السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص اليوم بعنوان ذكريات أكتوبر للكاتب نجيب محفوظ. في هذا النص يتحدث الكاتب عن ذكرى 6 أكتوبر سنة 1973، وهذا الانتصار أتى بعد النكسة، واستطاعت مصر فيه أن تمحو آثار هذه النكسة ليصبح هذا اليوم رمز للإرادة المصرية، وأيضا شاهد على قدرة المصري على التخطيط والتصميم والإصرار على تحرير الوطن. ولو كان الثمن في سبيل هذا التضحية بالأرواح وبكل شيء من أجل الوطن. الفقرة الأولى للنص، المعنى الإجمالي لها، يأتي يوم 6 أكتوبر مكللا بالبشر والاستبشار، أي متوجا بالسرور والسعادة كمصدر يمدنا بالطاقة والأمل في أن نبني مستقبلنا. وأيضا يأتي يوم ذكرى أكتوبر يحمل لنا ذكريات النصر، ويأتي نوره مزيلا كل آثار الهزيمة التي سبقته. ويوم 6 أكتوبر يعتبره المصريون عيدا وميراثا من الأمجاد للأجيال القادمة، وأيضا هو رمز للإرادة والشجاعة والنظام، وهو مصدر للعزة والكرامة والانتصار على العدو في هذا اليوم. وهذا النصر مهد لتحقيق السلام، ودعا المصريين أيضا إلى التخلص من السلبيات حتى يستطيعوا فيما بعد أن يخوضوا سباق التقدم. مظاهر الجمال في هذا النص، كلمة مكللا بالبشر والاستبشار، هنا بيصور الكاتب 6 أكتوبر كأنها ذكرى 6 أكتوبر كأنه قائد منتصر، وكلمة البشر والاستبشار كأنهما تاجان يزينه، وهذا يعبر عن فرحة الكاتب ومدى اعتزازه بيوم 6 أكتوبر. حاملا أطيب الذكريات، هذا تصوير يجسم الذكريات كأنها أشياء مادية، ويحملها نصر أكتوبر إبرازا لفرحة المصريين به. كلمة النور، جملة النور يفيض مبددا، هنا بيصور النور كأنها مياه متدفقة بغزارة، وأيضا يصور الهزيمة وآثارها السيئة كأنها غيوم وغبار. تمكن نور النصر من محوها. كلمة الغيوم، هنا بيصور الهزيمة بالغيوم، لشق طويل طريق طويل، هنا اللام للتعليل تعلل ما قبلها، وتصوير يبرز ضرورة العمل الشاق من أجل تحقيق النهضة. الجزء الثاني للنص، يحدد الكاتب في هذا الجزء أسباب نصر أكتوبر، وهي تصميم الشعب المصري على الحياة الكريمة، وأيضا تضحية الجنود الشجعان بأرواحهم فداء للوطن. وأيضا كان السبب في نصر أكتوبر تخطيط القادة العظماء الذين تحملوا المسؤولية بجدارة. وفي النهاية يجب علينا في ذكرى أكتوبر العظيم أن نحيي ونقدر من ساهموا في تحقيق هذا النصر العظيم من القادة العظماء. وفي نهاية النص يصف الكاتب يوم أكتوبر بأنه يوم للنصر، ويوم للعزة، ويوم التفكير، ويوم الأمل في المستقبل والتخطيط وبناء المستقبل. مظاهر الجمال في هذا النص، تضحية جنود بواسل المراد بها، هنا تعبير يدل على الجهد الخلاق والدور العظيم للجنود في معركة أكتوبر. جنود وبواسل،
الكلمتان نكرتان للتعظيم والجمع بينهما للكثرة. قدموا توحي بالعطاء والتضحية عن طيب خاطر. بغير حساب تعبير يدل على شدة التضحية بدون مقابل. وفي نهاية النص الكاتب كان له مطلبان. المطلب الأول أن نحتفل بهذا اليوم إلى الأبد، في كل ذكرى يوم السادس من أكتوبر نحتفل به إلى الأبد، وأيضا أن نتأمل أحداثه ونأخذ منها العبرة والعظة التي تفيدنا في صنع المستقبل وتعطينا الأمل في الغد وبناء المستقبل. وبكده يكون النص انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله.